السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي درتو مع الدخول المدرسي ومع هاد الايام والاجواء ديال الدخول المدرسي؟ كنتمنى الامور كلها تكون دازت عندكم بخير. واش غادي نديرو؟ العطله سالات ما سخيناش بيها، الحمد لله في جميع الاحوال. كنتمنى تكونوا دوزتوا عطله سعيده وزوينه، عشتوا فيها لحظات زوينه، احتفظتوا بذكريات زوينه مع وليداتكم، مع الازواج ديالكم، مع العائله ديالكم. وكنتمنى تكونوا مستعدين لموسم دراسي جديد، سواء البنات اللي باقيين تيقراو للسيدات اللي عندهم وليدات. فكنتمنى موسم دراسي جديد سعيد وناجح للجميع. البنات، في هذا الفيديو هذا انا كنستعمل غير صور هكا باش ما يكونش فيديو ممل في غير صوره واحده او لا هذا، باش نهضر معاكم في واحد الموضوع اللي هو لا علاقه بالصوره صراحه، يعني لا علاقه بهذا الفيديو اللي كنوري لكم هنا. هذا فيديو يعني كنصورته خلال هاد العطله هذه، في الايام الاخيره من العطله كنا درنا واحد الخرجه هكا خفيفه ظريفه في يعني في الجهه ديال لاكورنيش ولاكوت. المهم كيف ما قلت لكم، غير باش ما تملوش من صوره هكا واضحه وحده مفيكسيه، درت لكم هاد الصور هادو باش نهضر معاكم في الموضوع اللي الاساسي اللي بغيت نهضر معاكم فيه. بالنسبه لذاك الفيديو البنات ديال الاصلاحات اللي قمت بها، ديال الفيديو ديال بدايه الاشغال في الشقه اللي راكم شفتوه، فجاتني فيه عدة تعاليق وتساؤلات، فبغيت نجاوب الأخوات على التساؤلات اللي طرحوا عليا. من بينهم واحد السؤال اللي كيتردد بزاف وبطرق مختلفة، سولوني بزاف الأخوات علاش كتصلحي، علاش تخسري فلوسك على دار الكرا، كيفاش انتي كتصلحي وتقادي في الدار وهي راهي ديال الكرا. المهم من هذا القبيل، يعني تقريبا كل واحد وبطريقته باش كيطرح السؤال. كاين اللي كيطرحوا بطريقه اللي هي كنصيحه، يعني طريقه مقبوله ولبقه وزوينه، وكاين اللي كيطرحوا بطريقه شنقول لكم، يعني تقريبا بحال تهكميه، فيها استهزاء، بحال زعما انتي ما كتفهمي والو، شنو كتخربقي، كيفاش تنوضي تصلحي وديري وهذا، وهي ماشي دارك دار الكرا. المهم انا كنحترم جميع الاراء وكنحترم جميع التعاليق، ومرحبا بتعاليقكم كيف ما كانت سلبيه او لا ايجابيه، غير هو الواحد يبدا يراعي شي شويه، راه حنا بشر وانسان، يعني عادي، راه كيف ما انت ما تقبليش على راسك شي حد يهضر معاك بطريقه جارحه، راه حتى هنا نفس المنظر، غير الواحد يحاول يوصل مثلا الميساج ديالو او الفكره او تعليقه يوصلها شويه بطريقه شويه يعني تكون هكا مقبوله. المهم انا ما عنديش مشكل مع شي حد، مرحبا بتعاليقكم كامله، غير هو بغيت نجاوبكم على هذا التساؤل اللي كتطرحوه تكرارا. ادم رسم الصداع اللي هو علاش كتصلحي وانت غير كاريه. اول حاجه بغيت نقولها لكم، السبب الرئيسي، ماشي ما كاينش سبب واحد رئيسي علاش خليت داري وجينا تحولنا هنا، كاين بزاف ديال الاسباب. لان مؤخرا جاني واحد تعليق، واحد السيده كتقول كيفاش خليتوا داركم جايين تكريو هنا غير باش راجلك يقرب للخدمه، ما فهمتش، جبتوا لي الضحك، المهم شي حاجه بحال هكا. المهم السيده جاوبتها وحاولت نقنعها بوجهه نظري، وبانه راه كاين اسباب كثيره ماشي سبب واحد، وماشي هذاك هو السبب الرئيسي باش راجلي يقرب الخدمه. لا، كاين بزاف الاسباب، منها ان راجلي كيخرج معطل بزاف بالليل، يعني ما كيوصل حتى ل 12 ونص الوحده عاد كيوصل للدار، الطريق كتكون فيها مشاكل بزاف، كيوقعوا فيها حوادث بزاف، فخصوصا بالليل والايام ديال الامطار والشتاء والبرد والضباب، كيكون فيها الضباب لواحد الدرجه ما تتخيلوش البنات هذيك الطريق، فلذلك توقعوا فيها حوادث بزاف بالنهار، فما بالكم بالليل. وكاين واحد تقريبا نصف الطريق كله ما فيش الضو، يعني قاطعين فيه الضو، ما كيطلقوش فيه الضو، ما فهمتش علاش، يعني هي طريق كامله خطيره. هذه من جهه، انا كنبقى دابا قلبي ديما مقبوط وكنتسنى بفارغ الصبر فوقاش غير يوصل بالسلامه، فهذه من جهه. من جهه اخرى ان النوع ديال المدارس اللي بغينا لوليداتنا ما كاينش تمايا، كاين داكشي محدود تما، ما مهم، هذا تا هو سبب. ومن جهه اخرى عاوتاني ديك البلاصه اللي حنا كنا ساكنين فيها ما فيهاش سبيطارات كبيره، ما فيهاش اطباء كتار، وسيرتو البيدياتر اللي يعني ديال الدراري الصغار،
انا بناتي كيمرضوا ليا بزاف، سيرتو في الاوقات يعني في ايام البرد والشتاء، وخصوصا واحده منهم كتطلع عليها سخانه بزاف خصوصا بالليل. يعني تما ما كاينش كيفاش ديري، لا تهزيها للطبيب اولا لهذا يعني السبيطار اولا شي حاجه، حتى هذا حتى هو سبب هنا كتبقى يعني قريبه لكل شيء. كذلك يعني بزاف الاسباب، بزاف ديال الاسباب، حتى الراحه النفسيه حتى مهم، بزاف الاسباب كتزيدي هذا على هذا على هذا على هذا، في الاخر كتجمعي دوك الاسباب كاملين وكتخرجي بخلاصه انك اقتنعتي خاص تقلبي على شي بلاصه اللي قريبه، بلاصه اللي مزيانه تكبري فيها وليداتك، يكون فيها يعني جميع يعني الامور الضروريه متوفره وجميع المرافق الضروريه متوفره الى غير ذلك. كنتمنى نكون فهمتكم ونكونوا سدينا هذا الجانب هذا ديال علاش خليتي دارك وتحولتي لدار الكرا. انا حاولت نجاوبكم، فكاين امور اللي ما غاديش نقدر نقولها امام الملأ، فالانسان خاصو ديما يدير حسن الظن بالاخر ويعطيه اعذار، يعني ماشي غير يجي ما يعني ما كتفهموش، وكت يعني الواحد كيسبق ديما سوء النية ماشي حسن النية. المهم كنتمنى نكون جاوبتكم على هذا الموضوع هذا ديال السبب ديال الانتقال. بالنسبة علاش كتصلحي في دار الكرة، هاد الدار هادي البنات والبنات دكازا راهم كيعرفوا مزيان بأنه صعيب بزاف تلقاي دار الكرة في كازا. كازا صعيب فيها الكرة بزاف، سيرتو انك باش تلقاي دار ملائمه وفيها واحد الشروط معينه وخاصها تكون في واحد المنطقه معينه، يعني كتزيدي تصعبي على راسك المهمه، كتزيدي تصعبيها بزاف بزاف. ففاش لقيناها لي راه شنو نقول لكم، راه شبه معجزه، لانه السنه عام كامل وحنا كنقلبوا كنسولوا حتى لقينا هذه قريبه لجميع المرافق الضروريه، قريبه للخدمه راجلي، قريبه للعائله ديال راجلي، قريب مهم، فماشي بحال فاش كنت بعيدة، ماشي بحال بزاف ديال الأمور، بالإضافة أنها في منطقة استراتيجية جات تقريبا في السونتر، قريبة لكل شيء، فين ما بغيتي تمشي في كازا طريقها هي مسرحة قدامك، قريب قريب كل شيء. وكيف ما قلت لكم المرافق الضرورية كلها متوفرة، والمدارس يعني ما شاء الله موجودة هنا، يعني اللي بغيتي، ما عجبتكش هذه المدرسة كتلقاي الأخرى، ما عجبتكش هذه تلقاي الأخرى، جميع المدارس كاينين سواء ديال الدولة أو البريفي، كل شيء موجود. ومن ناحية أخرى الدار جات في موقع زوين، مضوية مزيان، مهوية مزيان، مشمشة مزيان، جات بخمية غيطاج، واللي كي اللي عنده وليدات راه كيفهم هاد الأمور هذه، يعني خاص هادشي كله يتوفر في الدار، ومزيان أنها تكون في بخمية غيطاج، ما تعدبيش مثلا في تروازيام كاتريام، وهذا راه صعيبة اللي عنده وليدات طالع هابط وسيرتو المدرسة وداكشي، هادشي راكم فاهمينه. إذا فاش لقينا هاد الشروط كاملة متوفرة في هاد الدار، واخا هي صغيرة شي شوية، المهم فيها صالون وبيت غرفة النوم يعني بيت الناس، والبيت ديال الوليدات، والكوزينة والحمام بطبيعة الحال. فهادي يعني راه هو أهم حاجة، يعني الضروري، ما خصنيش شي حاجة أكثر من هكا حاليا الحمد لله. أما باش نزيدو نكبرو سميتو الطلبات والشروط عاوتاني، لا خصها تكون كبيرة ويكون فيها ثلاثة البيوت، وهادي راه صعيب بزاف باش تلقاي هادشي هذا متوفر في منطقة اللي بغيتي، في حدا في البلايص اللي بغيتي، يعني صعيب باش يكون متوفر، بالإضافة لأن الكرا غالي بزاف هنا. هادي البنات لقيتها، يعني هنا غنجاوب على الأسئلة ديال بشحال كريتي. لقيناها شنو نقول لكم، الثمن اللي هو زوين بزاف، راه بزاف الناس ما تيقوش اننا خديناها وشدينا بهذا الثمن. السيد اللي كرينا من عنده الله يعمر ليه الدار، انسان معقول وتيفهم وكيخاف الله وداكشي. المهم كراها لنا بثمن معقول، تفاهم معاه الزوج ديالي، كراها له ب 2000 درهم للشهر، بالاضافه الى التسبيق اللي هو 10000 درهم تقريبا، 10000 درهم، وتفاهم معاه في النهار الاول. منين تاكدنا من المحيط هو هذاك، من الجيران، من مول الدار نفسه، سولنا عليه ما كاينش الحمد لله اللي تيقول فيه كيقول فيه شي حاجه خايبه، لقينا انسان معقول وداكشي، فتوكلنا على الله والزوج ديالي تفاهم معاه وشديناها. بالنسبه علاش صلحناها هاد الدار البنات، اش غادي نقول لكم، راه ما تتخيلوش الحاله اللي كانت فيها، راه كانت مكرفصه بزاف بزاف بزاف. الناس اللي كانوا ساكنين فيها على حساب شنو عاودينا مول الدار، راه سكنوا فيها تقريبا من 12 حتى 14 سنه، تخيلوا معايا 12 حتى 14 سنه عمرهم ما صبغوها ولا داروا فيها شي اصلاح، بالعكس هما كرفسوها. شغنقول لكم كانت في واحد الحاله، انا تنقول باص لهاد الناس كانوا ساكنين في الدار هكا، ما فهمتش
البيبان حالتهم حالة، البوانيات مهرسين ما كاينينش، الجاج مهرس ديال الشراجم، الكوزينة ما نعاودش ليكم كيفاش كانوا كيطيبوا وياكلوا من ديك الكوزينة، كيفاش كان كيعطيهم خاطرهم، واحد الكوزينة ما نعاودش ليكم كي دايرة. بالنسبة للطواليط أعزكم الله تهي قصة بوحدها، يعني قد ما شرحت لكم وقد ما وصفت لكم ما غاديش تتخيلوا. فكيف كيف يعقل انني نقبل على راسي نسكن في دار بحال هكاك؟ اصلا مول الدار جزاه الله خيرا، هو منه راسه قال لي انا ما غاديش نسكنك فيها هكاك، تا نصبغها ونقيها ومرحبا بك تشدها تسكن فيها. وفاش جاب الصباغ وكان كيصبغها قال لينا هانتوما شوفوا مع الصباغ ها هو بينكم وبينه، تفاهموا على الالوان اللي بغيتوا ديروا في البيبان في الحيط، في يعني هانتوما تفاهموا معاه. يعني هو تكلف لينا بصباغه والحمد لله، واخا حتى كان ما كانش هو غادي يصبغ كنا حنا ضروري غادي نصبغوها ونقيوها عاد ندخلوا ليها. هذه مساله بديهيه، ما فهمش انا الناس اللي كتجيهم غريبه علاش تصبغي الدار عاد تدخلي ليها، علاش تنقي الدار، علاش تصلحي فيها، علاش ديري فيها. بالنسبه للاصلاحات راه ما درناش شي حاجه اللي كتيره، ما هدمنا ما ريبنا كيف ما قالوا بعض الاخوات، ما درنا شي حاجه اللي هي غريبه، او لا ريبنا ولا بدلنا مثلا في الصاله ديال الدار، او لا بدلنا فيها شي حاجه، نقصنا هنا زدنا هنا، ما كاين حتى شي حاجه من داكشي، كلشي عادي. كيف قلت لكم الصباغه تكلف بها مول الدار. بالنسبه للطواليط اعزكم الله هو اللي صايب لينا الفايونس في الحيط، وحنا تكلفنا بطواليط روميه لانها كانت بلديه كيف قلت لكم في ذاك الفيديو. بالنسبه لوليداتي مولفين الروميه ما عادش نقدر نخليهم، ما عادش يعرفوا ليا الاخرى، اذا ضروري كان خصنا نديرو هذيك. بالنسبه للافابو حتى هو درنا لان السيد اللي كان ساكن قبل دا لافابو معاه، يمكن هو اللي كان دايرو او الله اعلم، دا كل شيء ما خلى حتى شي حاجه، بالعكس هو عاد خلى كل شيء مرون ومهرس وحالته حاله، مع العلم ان دوك الناس كانوا يعني كانوا ميسورين، ما ماشي من الناس اللي خاصهم ولا ما عندهمش. فتخيلوا ساكنين فيها 12 عام او 14 عام عمرهم ما صلحوا فيها شي حاجه ومكرفصه وعايشين فيها هكاك، كيفاش عطاهم خاطرهم كبروا ولادهم في ديك الحاله هكاك؟ انا بعدا ما غاديش نقبل على راسي. فكنتمنى تكونوا فهمتوني من هذه الناحيه، ما نقبلش على راسي نسكن في دار مسخه مكرفصه بلا ما تنقى وتقعد. بالنسبه للبلاكارات الكوزينه شي حاجه اللي هي بديهيه، هي البنات شوفوا كذلك، شكون اللي باقي غيقدر في هذه الايام يعيش بلا شوفوا عنده في الدار، سيرتو اللي عنده الوليدات الصغار، شكون اللي غيقدر يعيش بلا بلاكار ديال غرفه النوم بلا ماريو؟ شكون يعني؟ شي حاجه اللي هي عاديه. كيف قلت لكم راه كانوا عندي انا بلاكارات كاستخي في البارطمان ديالنا، عندنا بلاكارات كاستخي، يعني ما كنتش شاريه ماريو، ما كنتش محتاجاه، ملي جيت لهنا احتاجيته خديته، وما خديتوش غالي ومكلف، خديته عادي بثمن زوين بزاف. بالنسبه للاثمنه اللي كيسولوني دائما دائما على الاثمنه، البلاكار ديال بيت نعاس خديناه ب 2200 درهم من عند واحد السيد كيبيع بثمن جمله، يعني في السوق راه غتلقاوه باكثر من داك الثمن، راه كيدير شي 2700 2800 درهم تقريبا، ولكن عند هذاك السيد كيبيعو بثمن جمله. راني جاوبت البنات في التعاليق شحال من مره كيبيعو بثمن جمله ب 2200 درهم. بالنسبه للبلاكارات ديال الكوزينه اللي هي اصلا كوزينه كامله كومبلي شريناها مستعمله، يعني ربي سخر لنا فيها، جات همزه، ما يمكنش شي واحد بعقله غادي يفلت همزه بحال هادي، شي حاجه اللي عاديه. 2000 درهم البنات، شنو هي 2000 درهم مقابل كوزينه كامله تبارك الله كبيره فيها بلاكارات لتحت والفوق وبونيطا وحاله ممتازه زوينه نقيه، يعني ما عندي ما نقول فيها، فقط البلاك والفوغ ولا هوت لي شي شويه كانوا مع الاستعمال، راه كانت عندهم تقريبا اكثر من 12 عام حتى هي ديك الكوزينه كانت عند دوك الناس، يعني راه سي نورمال غادي يكون شدك شي تصدى شويه، يعني تكرفص شي شويه، فكنقول هادوك ان شاء الله غادي نبدلهم وناخذ بلاك جديده ولا هوت وداكشي. اما بالنسبه للكوزينه كامله عرفتي شحال من بياسه فيها، شحال من وحده فيها، الا جيت نحسب لكم لي زونيتي اللي فيها راه بزاف، 2000 درهم يعني راه رخيصه بزاف، 2000 درهم يعني راه همزه كيف قلت لكم، راه لقيناها عند واحد السيد حطها عنده داك اللي بغى يبيعها مده 8 شهور وهي عنده. علاش؟ لان داك السيد عنده محل ديال النجاره وكان حاطه عنده لداخل في الجرده، في مورا الديور في الجرده، يعني كان صعيب باش يشوفوها الناس، قليل اللي كان كيشوفها، كانت مكتبه لينا سبحان الله العظيم، يعني حتى شافها الزوج ديالي وهضر معاه عليها وتفاهم معاه عليها ويسر له الله وخداها بداك الثمن. فهذه كنظن انا ما فيها لا ضايع لا حتى شي حاجه. وبالنسبه لانها واش غادي تبقى في الدار؟ ما يمكنش تبقى في الدار، داكشي راه كيديمونطا البنات، كلشي كيديمونطا، والنهار اللي غادي نخرج غادي ناخذه معايا ببساطه، الموضوع بسيط وعادي. فكنتمنى نكون جاوبتكم على الاسئله، ونكون يعني شرحت لكم وجهة نظري.
بالنسبه لدار الكرا البنات ما عرفتش علاش الاكثريه الناس عندهم هذه الفكره، لا راه دار الكرا راه ماشي داري، لا ما نحط فيها حتى شي فلس، ما نخسرش فيها حتى ريال، ولا عاوتاني راه ديك الدار مادام نتوما ساكنين فيها واخا تكون غير عامين 3 سنين، مهم سنين مادام ساكن فيها راك يعني ساكنه فيها انتي راكي كتستغليها، مثلا صبغتيها او لا بدلتي فيها بوانيات، صايبتي شي باب كان مهرس، شي جاج كان مهرس، شي حاجه بحال هكا راه صايبتيها لراسك حيت انتي اللي ساكنه فيها كتستغليها، انتي اللي كتخدمي بداك الباب يوميا، انتي اللي كتخدمي في ديك الكوزينه مثلا يوميا، داك الجاج اللي مهرس راه غيدخل لك البرد، غيدخل لك الغبره، اذا انتي اللي مستغلاها، انتي اللي عايشه فيها، وانتي اللي كتكبري فيها ولادك يعني المحيط ديالك، فكيف يعقل انكم تصبروا على شي امور اللي هي ما يصبر على حتى شي حد، علاش فقط لانها دار الكرا لا ما نحط فيها تاريال ماشي ديالي، ما فهمتش انايا يعني. علاش ما فيها حتى شي باس، راه انت اللي كتستغلي ديك الدار وانت اللي عايشه فيها، ومادام كاريه راها ديالك، مادام انت عايشه فيها وكتخلصي كراها كل شهر يعني كتحطي فيها رزقك راها ديالك، راه دارك، ما ملحق حتى شي حد يخرجك منها ويقول لك لا راه ماشي دارك، دارك اه في الاخر كترجع لمولاها المول الكرا، اه متفقه معاك، ولكن ما حدك انتي ساكنه فيها وعايشه فيها راه دارك، هذيك راه داكشي اللي فيها الداخل فيها راه ديالك، فحاولي ما امكن انكم تحيدوا هذه القضيه هذه من بالكم، لا ما نخسرش فيها، ما نديرش، ما نقياش، ما نصبغاش، ما نصلحهاش حيت ماشي ديالي، ام متفقه معاكم الاصلاحات كبيره، اه هذيك راه بطبيعه الحال مساله اللي عاديه، راه ما غاديش نوض انا نصلح ونريب ونبدل ليها الفصاله حيت ماشي ديالي بطبيعه الحال، وما غاديش يبقى داكشي ليا وغنخسر فيها اموال طائله، لا انا كنهضر غير على الحاجه اللي يعني باستطاعتنا نديروها بحال الصباغه، صليح هكا بسيط، بيبان، شريجمات، شي حاجه بحال هكا، بالنسبه للاضافات الاخرى اللي كنضيف راه اي حاجه زدتوها راه كتاخدوها معاكم كتبقى ديالكم وتاخدوها معاكم فين ما مشيتو بحال بلاكارات والى غير ذلك، فكنتمنى البنات تكون الفكره ديالتي وصلتكم، ونكون شرحت لكم الموقف ديالي وتكونوا فهمتوني، ونكون جاوبت على التساؤلات ديالكم، ومرحبا ديما بتعاليقكم كاملين بدون استثناء، ومرحبا بارائكم، وشكرا لكم بزاف، والى اللقاء، واعتذر الى كان طريقتي جاتكم شويه قاصحه، اعتذر.